التسد، وحتى لو اهلاوي خليك معايا، ده ظلم اللي بيحصل للزمالك، ظلم. جماهير الزمالك مش مصدقه عيل زي ده. مش عاوز اشتم ولا اقول الفاظ وسخه، كان بيشتم الاهلي. انت فين يا اهلي اللي بتقول رموز؟ شتم الاهلي شتيمه وسخه، وشتم ثالث. خليك معايا، ما تقاطعنيش، محدش يقاطعني. كل ده شتم الاهلي وجمهوره وصالح سليم. لما جه حسام حسن وابراهيم رفعوا الجزمه بس عشان الجمهور مش كاتبه بامهم وابوهم، عملوا ايه؟ قالوا صالح سليم بيتعمل فيه كده؟ احنا عملنا اكتر من صالح سليم. ايوه يا باب التاريخ، ابو تريكه عمل الاهلي اكتر ما اي حد تاني عمل. صح، حصل ولا ما حصلش؟ حصل. عاوز يعمل مرتضى منصور راجل خلى النادي من خرابه، تعال اتفرج على النادي عامل ازاي؟ احنا كنا بنقعد في الصاله مكيفه، يعني حقق طفره انشائيه يعني في نادي انشائيه ولعيبه، وكان بيجيب حجز على النادي، عمال يحارب لوحده، يكسروا له النادي، يهزلوه، يكسروا له النادي بتاع الاهلي ويرجع يظبطه، يضايقونا في اي حاجه. يا عم مش في الاعلام، الاعلام الفاسق اللي اسمه مدحت شلبي اللي بيشتمنا وبيهزلنا وبيتريق علينا. قال ايه وعمل ايه قبل كده في جمهور الزمالك؟ حرام. جاي تقول لي جاي اعرف ايه؟ جاي اشوفه يعني هيقول ايه؟ انا معاه قلبا وقالبا لو هموت. سامعني؟ انا ما بخافش الا من ربنا. انا عيلتي كلها اهلاويه. يبص لي كده بس ويضحكوا ويزوني. طيب خليني اسالك حضرتك، شايف ان التعويق الرياضي او تحديدا تعويق مدحت شلبي بيثير الفتن بين الجمهور او بين جمهور الاهلي؟ بس هو في الماتش الاخير ما قالش حاجه ولا انا مش هقول لا حاجه؟ لا مش هقول هقول ايه؟ انا جيت ليه؟ جه يعني ايه جيت ليه؟ ولكن في جيت عشان نادي الزمالك ده شرف، مش النادي الاهلي لوحده، النادي الاهلي والزمالك. خلي بالك مش مصلحه الدوله هو الزمالك. الزمالك لو وقع الزمالك قطب الكره المصريه، الاهلي هينزل وراه وهفكره. عايزين نتكلم معاك عن الصفقات اللي الزمالك ممكن يبرمها في الصيف، مين اللعيبه اللي تتمنى ان تيجي الزمالك؟ والله احنا مش عاوزين نجيب بايه؟ بكميات. انا عاوز في كل حته اللي محتاجها. قول لي اسم في كل مركز كده. بالظبط. انا عاوز سيرت باك بيلعب رجله الشمال فعلا. عاوز سيرت باك، وعاوز صانع العاب وديفندر جامد كده زي طارق حامد، ويكون مهاري.